الرحمن الرحيم. أنا الكابتن حسن الكندري، مدرب اللاعب طارق حمود. اللاعب طارق حمود شارك معنا يعني تو جديد بالنسبة للتدريب معنا، لكن بصراحة داخله أسد بطل. شارك 5 بطولات هنا في الكويت، أول بطولة شارك فيها ما توفق، ثاني بطولة وثالث بطولة أخذ المركز الأول، الرابع بطولة أخذ الثالث، وآخر شيء أخذ أول. صراحة اللاعب طارق يمتاز بإصراره وعناده، وهذا اللي خلاني أركز عليه وانتبه له وايد. بالنسبة حق البطولة هذه احنا قاعد نستعد لها بشكل كبير. وديته شهر يدرب بروسيا مع الأبطال هناك، مع تقريبا فريق يعد من أفضل فرق بروسيا. قاعد هناك شهر تحمل تدريب قاسي جدا، وأنا كنت متابعهم يوم بيوم. رجع هني الكويت، الحين قاعد ندرب، الحين قاعد يتدرب، صار لنا فترة وما بقى شيء على البطولة، قاعد يتدرب تدريب مكثف. راح يلعب مع لاعب قوي جدا، اللاعب عبد الرحمن ابو الحسن. عبد الرحمن يعني صراحة انا ابي اعطيكم بعض الحقائق عن اللاعب هذا. اللاعب عبد الرحمن حصل اغلبية بطولات اللي شارك فيهم بالسعودية، حصل فيهم على المركز الاول. شارك معانا هني في عدة بطولات في الكويت، ودائما كان يحصل على المركز الاول. كنا نجهز له لاعبين عشان نبي نطوف عبد الرحمن، لكن الى الان ما طفناه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طارق يطوفه. عبد الرحمن يعتمد بخطته التدريبيه انه يهلك الخصم اللي قدامه، فانا عشان كذي رفعت جدا لياقه طارق وخليته يتحرك بزوايا بشكل معين، بحيث انه يقدر يفتح وياخذ الضربات اللي هو يبيها، وهذا راح يعطي حساب للحكام. مشاركه طارق في بطوله فيجور إليت هذه نقله نوعيه بالنسبه له، لان بطوله احترافيه، هو للحين توه مبتدئ حزام اخضر. اتوقع انه راح يسوي شيء، انا خايف صراحه بشكل كبير من الحلبه، لان خبرته قصيره، خاف انه يتوتر ومشاهده الجمهور ودخول على بطوله احترافيه. اذا ما صار الشيء هذا اللي انا خايف من عنده، انا اتوقع حق طارق يفوز بهالبطوله هذه. وبالنسبه حق التجهيزات بصراحه احنا سوينا اللي علينا، والباقي على الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله طارق راح يبيض. باسلوب الكيوكشن ويمثل الركن الازرق اللاعب طارق حمود، حاصل على الحزام الاخضر بأسلوب القتالي كيوكشن كاراتيه. من إنجازات اللاعب المركز الأول في بطولة الكويت للكيوكشن كاراتيه الثامنة فئة الرجال 2012، والمركز الأول أيضا في البطولة العاشرة 2013، وأيضا عنده مراكز عديدة منها المركز الأول في بطولة الكيوكشن للرجال والناشئين 2014. حيوا معاي طارق حمود. ويمثل الركن الأحمر اللاعب البطل عبد الرحمن أبو الحسن. اللاعب عبد الرحمن أبو الحسن من المملكة العربية السعودية الشقيقة، لاعب كيوكشن حصل على إنجازات كثيرة في مسيرته الرياضية، المركز الأول في بطولات عدة في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى العربي والعالمي. حيوا معاي اللاعب عبد الرحمن أبو الحسن. المباراة بإدارة الحكم الدولي عاطف الرباعي، والقضاة الكابتن خالد الخضري وأخوانه تامر موسى وعبد العزيز الحبيل وأحمد الأنصاري. حيوهم يا جماعة، حيوهم، سمعوني تحية.
السلام عليكم، رحب فيك عزيزي المشاهد في بطولة فيغور الاحترافية للفنون القتالية في أساليب الأسلوبين الرئيسيين للمنظمة اللي هما الكيوان والكيوكوشين كاراتيه كلاسيك. الفايت هذا عندنا الركن الأزرق اللاعب طارق حمود اللي هو البانديج الأزرق طبعا والحزام الأخضر، وعندنا بالركن الأحمر من المملكة العربية السعودية اللاعب عبد الرحمن أبو الحسن هو بالركن الأحمر ولابس الحزام الأسود. طبعا هذه بداية الجولة الأولى، وطبعا أخوي عبد الرحمن أنت عارف الكيوكوشين وقوانينها، طبعا ما في لكم على الوجه، الضربات اللكمات على الجسم مسموحة، الركلات على الرجل على الجسم على الوجه مسموحة. في اللاعبين اثنين هم عندهم خبرة عالية والاثنين من منظمة الكيوكوشين كان، طارق من الكويت وعبد الرحمن من السعودية. صحيح أخوي فيصل، النظام الكيوكوشين كاراتيه أو الكلاسيك تركيزه كله على الجسم على الرجل، ما في ضربات على الوجه، والمسافة مثل ما قلنا قبل مسافة قصيرة، دائما يحاولون شوفوا. طبعا بس في شغله اخوي فيصل، بالنظام الكيوكوشين اتوقع ان اللاعب هني ما يصير يرجع، يعني مو نفس الكيوان ممكن يطلع يوخر يسوي فوتورك يدور حوالين اللاعب، بس اتوقع ان بالكيوكوشين اذا صار هالشيء اتوقع هني اللاعب راح يصير شيء هذا مو مصالحه، ممكن يخسر هذا الشيء. طبعا الكيوكوشين لان ما في لكم على الوجه فالمسافه تكون اقرب، المسافات البعيدة بالكيوكوشين تموت اللعب، لاعب الكيوكوشين محتاج مسافة أقرب من مسافة لاعب الكيوان، لأن شوف يعني شوف المسافة القريبة هي اللي تكون مسافة اللي اللاعبين أو اللاعب وخصمه يركزون فيها على الضربات أكثر. نشوف هني عبد الرحمن أبو الحسن عنده تنويع بالركلات ما بين اللوكيك وما بين الهايكيك، نفس ما سوى الحين، سوى مساع مرتين أو ثلاث مرات اللي يسمونها الدبل تاب اللي هما ركلتين بنفس الوقت. طارق ما شاء الله معنا يعني كتصنيف حزام أقل، بس ند وايد زين حق طارق حق عبد الرحمن، يمكن أنه ما أثر بس أنا أشوفه أحرز بعض النقاط، يعني ما سوى ضربة يعني سوى الدامج أو سوى التأثير كبير، بس أنه أحرز بعض النقاط عن طريق اللكمات. ولاعب عبد الرحمن الحسن ترى أخوي فستر عنده خبرة، عنده خبرة ولعب بطولات، أيضا هو شارك بطولات العالم أتوقع، لاعب عنده خبرة، لاعب ما شاء الله يتدرب طول السنة، وهذا الشيء راح يكون من صالحة يعني بغض النظر عن درجات الحزم، لأن ترى درجات الحزم مثل ما تفضلت قبل أن هي ما هي تحكم على اللاعب إذا هو أقوى أو أقل، هي درجات الحزم هي كرتبة حق اللاعب، ويعني كتصنيف حتى أنه يكون مدرب أو يكون مساعد. صحيح. مدرب أو كذا، بس كفايتر ممكن الحزام الأعلى يعني هو اللي يفوز، بس ولكن مو شرط، أنت عارف تجهيز البطولات يختلف، ممكن أنت تكون حزام أسود بس استعدادك للبطولة كان أقل من خصمك اللي هو ما حصل على حزام أسود، اللياقة البدنية، القوة، خطة اللعب إلى غيره. طارق يعني تابعناه في بعض البطولات بالكويت، لاعب زين، تعب على نفسه في المعسكرات، راح معسكر في روسيا أذكر قبل فترة استعدادا للبطولة هذه، فهو طارق يعني ولو أن تصنيفه كحزام أقل نحترم طبعا استعداده للبطولة، ومو سهل عبد الرحمن أن أنت تدري أنك أنت اللاعب اللي بتلعب معه أخبر منك وعنده سيفي أكبر منك وتقبل النزال. صحيح. لا ومو بس تقبل النزال وتلعب بروح، يعني إحنا ما شفنا طارق أنه حسينا من أداءه أنه هو مثلا حاس أن اللاعب السعودي عبد الرحمن أفضل منه، لا شوف قاعد يضغط، هو الحين قاعد يضغط باللكمات واللوكيك، شوف الاثنين قاعدين يضغطون. هذه شجاعة من اللاعب، يعني هذه شجاعة من اللاعب لما يقبل بنزال مع شخص أعلى من رتبة ويدري أن هذا الشخص شغال طول السنة بطولات وتدريب، هذا شجاعة من اللاعب، أنا أحيي صراحة اللاعب طارق على هذه الروح الرياضية.
شوف شغالين لاعبين يعني من اول جوله شغالين ركبه لوكك لكم على المعده على الجسم. شوف شوف المسافه القصيره شوف يعني حتى من المسافه القصيره شغالين يعني حتى ما يعني ما قاعد يعطي الحكم فرصه انه هو يرد يعطيهم برايك ويرجعهم يلعبون مره ثانيه. صحيح. شوف حتى من المسافه القصيره الابركات شغال اللوكك القاصف الركبه شغاله اللياقه البدنيه زينه انا اشوفها لما الحين من الاثنين صراحه. صحيح. يعني رغم الفايت المستمر بدون بريك هذا اللي قاعد نشوفه شوف اللكمات والريل شغاله زين يعني انا ما شفت ان الجوله الثانيه اقل من مستوى الاولى كاني قاعد اشوف هذا الاولى هاي ثانيه اي شوف نفس كاني قاعد اشوف الاولى بالضبط. صحيح صحيح لياقه عاليه شغالين يعني شوف تلاحظ حتى يعني في يعني تحدي حق اللاعب طارق يعني شوف طلع طارق ما يبوخر نهائيا ولا بيرجع. شوف الفترة هذه هذه هدوء الفترة شوف انتهى الوقت يعني الوقت. ممكن قبل انتهى الوقت اللاعب يحتاج الثانيتين ثلاث ثواني هذه بس اساس يرتكز يعدل وقفته ويرد يبدي هجومه مرة ثانية. يعني شفنا جولة اولى شفنا جولة ثانية الجولتين صراحة كان يعني فايت متكافئ حلو وتعودنا طبعا نظام الكيوكشن انه ما فيها ركود يعني الكيوان مثلا ما انت قلت المسافة البعيدة تخلي اللاعب شوي يركض ويرد مرة ثانية يدش بقوة يركض ويدش بقوة مرة ثانية. الكيوكشن اذا ركت وبعدت المسافة موت اللعب. صحيح. فيعني هم ماشيين على بالضبط على 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 النظام الكيوكشن الصحيح المسافة القريبة ضربات المتتالية يعني اللي تتبع بعضها كل ضربة تتبع الثانية نفس الكومبينيشن شغال. شوف لوكك من داخل شوف لوكك من داخل بوكس لوكك من داخل بوكس شوف يعني نون ستوب ما في توقف وما في اغلاط يعني ما في حتى فاولات ما شاء الله يعني اللاعبين الاثنين ما سووا حتى الفاولات وهذا دليل على تركيز عالي. شوف جو بدايه الجوله الثالثه والاخيره بدايه الجوله الثالثه والاخيره. شوف عبد الرحمن يعني طريقه التحكيم وكقضاة وكحكم ساحب بالكلاسيك تختلف عن البطولات الكيوكشن العادية حتى لو كانت يعني بطولات محلية أو دولية أو آسيوية إلى غيره. الحكم الساحة في البطولات العادية يمشي على النظام التقليدي يعني اللاعب يوقف يؤدي التحية. صحيح. ما يستدعي اللاعبين عنده ويكلمهم لا يخلي كل واحد واقف في المكان المخصص له ويعطيهم طبعا حتى طريقة استدعاء اللاعب وهذا كلها تكون باللغة اليابانية. صحيح. الكلاسيك لا يختلف يعني حكم الساحة كأنه بالضبط نفس طريقة الكيوان بالضبط. يوقف اللاعب يستدعي اللاعبين يكلمهم يشرح لهم بشكل سريع المسموح والممنوع. القضاة نفس الطريقة ما يستخدمون الإعلام يستخدمون الكليكات وهذه أنا أشوفها يعني الأمانة فيها عدل أكثر يعني إن أنت اللاعب ممكن يحصل على نقطة كاملة ممكن ما تكون الضربة هذه وصلت إلى القاضية وانت فاجئ ان النزال انتهى وانت خسرت وتحس ان لا انا للحين انا اقدر اعوض. هني نظام الكليكات ممكن انك تعوض ممكن تروح منك جولة كاملة بس عندك جولة ثانية ممكن تروح منك جولتين الثالثة تلعب على القاضية. فانا اشوفها كمستوى احترافي للكاراتيه او للكيوكوشن او لجميع مدارس في كونتاكت كاراتيه اشوف ان فيها يعني فرص اكثر للفوز اكثر من الطريقه التقليديه اللي احنا يعني تدربنا عليها وشاركنا فيها. صحيح. هدوء هدوء نسبي حق اللاعبين عد اشتغل مره ثانيه كومبينيشن حلو من اللاعب عبد الرحمن بن حسن. لاحظ ان عبد الرحمن بن حسن وايد مركز على ركبه احد طبعا احد ميزات يعني نقول احد ميزات ان اللاعب الكيوكشن الكلاسيك يلعب بدون الجاكيت لان سبحان الله الجاكيت احيانا يخليك تمسك فشيله الجاكيت هذه وقفت المسك يعني طبعا المسك قوانين الكيوكشن مسك البدله ممنوع فالحين لما شالت الجاكيتات لاحظ انه ما في اي فاول بالمسك. لو تلاحظ عبد الرحمن شوف جسم اللاعب عبد الرحمن بن حسن شوف الجسم وفي طبعا ضربه غير قانونيه ما اعتقد انها كانت مقصوده بس عبد الرحمن بن حسن في علامات واضحه بجسمه من اللكمات يعني. صحيح.
طبعا اللاعب ما يصير قاعد لما الحكم يوقف مباراة، ينبه الحكم اللاعب ان لما انا اوقف مباراة ما يستقبل، هذا خطا حق اللاعب انه يقعد، ان هذا دليل انه تعبان، هذا شيء خطا. لا شوف عبد الرحمن، مثل ما انا قلت لك مساء، الفروقات بين الكيوكشن والكيوكشن كلاسيك، اللاعب بالكيوكشن تحديدا يعني واغلب مدارس الفول كونتاكت كاراتيه، من يرتكب فاول يعطي اللاعب ظهره ويقعد، هم تعودوا على النظام هذا يعني. صحيح. بس لان كاول بطوله بالنظام الكلاسيك بالكويت هو سوى شغله هذه مو قاصد، بس لانه تعود انه لما يسوي فاول يعطي ظهره للاعب ويقعد وينطر الحكم يتاكد ان اللاعب ما في شيء ويقول له ارجع العب مره ثانيه. فالشغله اللي سواها طارق هو يعني متعود عليها انه يسويها، بس انه اتوقع راح تاخذ وقت ان اللاعب يتعود على طريقة تحكيم الكلاسيك يعني الكيوكيشن كلاسيك. صراحة أنا حيي اللاعب طارق على روحه القتالية. نهاية الجولة الثالثة والأخيرة. والله كان يعني فايت حلو. جميل صراحة. كومبينيشن حلو، ما كان في فاولات وايد، يمكن واحد وكان غير مقصود. حتى ما اخذ يعني ما اخذ انذار عليه يعني ما في ما في نقاط اضيفت او شيء. فالنتيجه راح تكون يعني من ناحيه القضاة كاحتساب سهل، لانه ما في فاولات، انت عارف الورنينج او الانذار من الحكم يخلي القاضي شوي يعني يدقق اكثر باحتساب النقاط. فاذا اللعب كان ما في ورنينج سهل على القاضي انه يحسم، حيحسم النتيجه. توجه طبعا اللاعبين لمنتصف الحلبة وبانتظار اعلان نتيجة الفائز ما بين اللاعب طارق حمود واللاعب عبد الرحمن بن الحسن. اعزائي المشاهدين، اعزائي الحضور، بإجماع القضاة فاز اللاعب بالركن الأحمر عبد الرحمن أبو الحسن. حيو، يستاهل بطلة، يستاهل السعودي، يستاهل. سيكرم اللاعب من قبل الشيخ فهد طلال الفهد الصباح، رئيس لجنة الفنون القتالية باللجنة الأولمبية الكويتية. حيو عبد الرحمن، مبروك، ألف مبروك. ما تحيوني يا جمهور؟ عافية عليك، عافية. هذا الجمهور الصاحي. طبعاً نرحب بالشيخ فهد طلال الفهد الصباح، رئيس لجنة الفنون القتالية باللجنة الأولمبية الكويتية. البطل عبد الرحمن أبو الحسن. شو تقول حق الجمهور وحق ناديك وحق الجميع؟ الله يجزاك بخير، الله يعطيك العافية والصحة. الحمد لله بطولة جيدة، الحمد لله، الحمد لله أخذت يعني جهد بعد الله سبحانه وتعالى، والمدرب الحمد لله، والمساعدين والدعم الكويت الحمد لله. وربيع، كابتن ربيع، أشكرك كثير جدا، ومبروك الحزام في اليابان إن شاء الله، والله يعطيك العافية كل أهل الكويت والخليج والدول العرب كله. حيو حيو، يستاهل يستاهل. حيو عبد الرحمن السعودي، حيو، ألف ألف مبروك.